بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حيا بنات طالبات الصف الثاني المتوسط في درسنا الثاني لهذا الدرس. طبعا نستذكر ما تعرفنا عليه في درسنا السابق. تعرفنا في الدرس السابق على مفهوم الرسم والتكوين الحاسب. فيبدأ الألف والألف من الحاسب. طبعا استنبطنا أهمية الرسم والتكوين الحاسب بالإضافة إلى أنواع برامج الرسم والتصميم بالحاسب وكذلك أدوات برامج الرسم. في البداية وفي رسم التصميم قلنا أن التصميم الرسومات مطلوب استخدام الحاسب. أهمية رسم التصميم أن تتخذها بها تعتمد الوقت والجهد وبعض التأثيرات الأساسية الدنيا على الرسم. هي المساهمة في تطوير الكثير من مجالات الحياة بالإضافة إلى تقويم المصادر الأبناء التي تتطور التسديد. أما أنواع برامج الرسم فإن عندنا برامج رسم خيالي، برامج مشاركة انفرادية، وبرامج التصميم بمساعدة الحاسب بالإضافة إلى برامج التصميم المتكلفة. أخذنا أمثلة من مجالات الرسم والتصميم بالحاسب، برنامج الفوتوشوب، برنامج الكيس، برنامج الانتسكيب، كذلك برنامج أو الرسم الحرارة الموقع فارس ماي فيك. هذا بالنسبة لي الجزء الأساسي النقطة الأولى رسم الأبناء الحاسب. فبالنسبة لي في هذه النقطة كذلك التصميم الدرس الثاني في هذا النقطة على وزن أو آلات الحاسب الكمبيوتر دي. كما تعرف أننا تدرسنا على مفهوم الألعاب الحاسب، أنواع الألعاب الحاسب والآثار الإنتاجية والتنفيذ المترتبة على استخدامنا لهذه الألعاب. في البداية نرى هذا الصور أمامك الآن لرقم عمل تنظيم استنتاج تدريب الألعاب الحاسب. إذاً تدريب ألعاب الحاسب أو مفهوم ألعاب الحاسب هو تأثير برامج حاسوبية يمارس فيها اللاعب التغذية العربية تعرض في بيئة تفاعلية. هذه بيئة الألعاب الحاسب تكون في بيئة تفاعلية تتعلم هذه اللعبة. طبعاً بالتأكيد أنها تكون جذابة سواء على جهاز الحاسب أو الأجهزة الذكية الأخرى كعند الولاد البادات وما إلى ذلك. باستخدام اللمس أو يلحق المفاتيح أو الفجوة أو العصائر. إذن هذا هو تدريب الألعاب الحاسب هو برامج حاسبية يمارس فيها اللاعب قاعد في بيئة تفاعلية مفيدة على جهاز الحاسب أو الأجهزة الذكية باستخدام اللمس أو يلتقي المفاتيح أو الفأرة أو العصا التحكم. هذا هو مفهوم ألعاب الحاسب. مفهوم لأنواع الألعاب الحاسب نبدأ نتكلم أنواع الألعاب الحاسب إلى بدء التقييم. أولاً ألعاب تدريبية الاستراتيجيات التي تتطلب من الناحية الأولى هي
فهي على الأنبياء التي تمثل المهلا وأكثر.
كذلك خطة أبراج اجتماعية كبيرة تعمل في هذا التعزيز الألعاب وبعض المجتمع الأسر تأكيد أن تخصي تحصي الأسرة وقت للعيد تشارك في آثار عامة تجد ما الألعاب تشارك في التحصيل بما يؤدي إلى يؤدي إلى اضطرابات التعلم بأفضل دراسة تمنتج وعي وفهم لهذه النقطة لابد من تخصيص وقت معين للعب وتفادي مثل هذه الاثار السلبيه ببساطه بدون استعدادها بل اختيارنا اللعبه المناسبه وكذلك تحديد وقت معين للعب. اذا تريد تخصيص كافه الصفات تريد تخصيص اراده حياتك وصاعي صارت سلبيه. اسالي واسالي اشياء الصفات هذا سؤال يترك مدرسنا اليوم ابي ضافي. أنا أقوم بدرسنا القادم بإذن الله إلى اللقاء.